كرومي. تليفون. الو، ده انت؟ ايه جو كرومي، ازيك يا اكرم؟ انا اقدر ما ابقاش على التليفون، انت حب بس شاور. الكبير والاول والاخير اخويا، اخويا عشره عمر. طيب. اكرم دايما رافع راسي كده، مفرحني حبيب. قدام زملاتي. لا ده انت اللي تشرف اي حد. لا يا حبيبي، ربنا يكرمك يا رب، والف الف الف مبروك على المسلسل اللي من الحلقه الاولى مكسر الدنيا يا اكرم. الله يبارك فيك يا يوسف، الله يبارك فيك. بس دي كما جرت العاده يعني. الحمد لله، والله فضل من ربنا. اكرم، انا دايما اقعد اقول ان انا شهادتي مجروحه فيك، فكل ما هتكلم عنك هتلاقيني دايما بتكلم بشكل ايجابي، بس انا لافت عشان نظري. الناس بس عارفين ان احنا اصحابي. اصحاب دي عيشه يا طه عمر، ده احنا اخويا يا طه اكرم. يا نهار ابيض. ايوه. مش عايز اقول اسرار كتير بس تمام. بص عيب بقى احنا على الهوا. اكرم قول لي بقى، انا لافت لنظري جدا ان انت في اكتر من مسلسل فاتوا بدات تعمل الحان وتكتب كلمات وتعمل اغاني لطيفه خفيفه، ايه اللي خدك الناحيه دي يا اكرم؟ والله بص انا بحب موضوع الاغاني ده بشكل عام، يعني بحب اسمعها. صح. واكتشفت بقى لي فتره كده اني يعني بحاول اوظفها كده جوه المسلسلات والافلام والحاجات دي، وبلاقي قبول عند الناس، يعني دايما بيرجع بيجي لي فيدباك حلو. وانا بحس ان انا ببسط بصراحه وانا بعمل اغاني، سواء على مستوى الكتابه. انا ما اقدرش اقول ملحن يعني، بس انا ساعات بيجي لي جمل لحن كده تخدم على الفكره اللي مكتوبه، فبيسموني ملحن، لكن انا لا دارس موسيقى ولا ملحن. هي جمله بتيجي في دماغي بوظفها. بس انت من زمان بتعمل كده، من ايام ما كنا مع بعض في نجوم اف ام كنت بتشتغل على حاجات متعلقه بالتترات بتاعه البرامج بتاعتك وحاجات كده. ما بقول لك انا بحب فكره انا راجل بحب المزيكا، بتخرجني دايما من المود. فانا يعني بعتبر ان الاغاني دي واحده من الادوات كده اللي بتخدم على الشغل، فببسط بيها.